ست مرات نسلم في روحي باش انا يا اخي يوم بقيت نتشبث بالحياه وحبيت نعيش. كتبت له النشاه من الغرق. هو واحد من عشرات المهاجرين الذين جرى انقاذهم. عاشوا ساعات مرعبه في مياه المتوسط بعد غرق مركب للصيد كانوا على متنه. والله معنا اولاد صغار، معنا اخوه ماشيين مع بعضهم، معنا دي زونسانت ماشيين. وقت اللي هابط في الميل لوطه تقلبت بين الفلوكه نشوف فيهم هيك عبيد قاعدة هابطة، هيك عبيد تشد فيا تغرق فيا، عبيد تحب تعيش تحب تخرج برا. والله هي الدنيا مظلمة شوي وإحنا كنا مع بعضنا أقل من 100، كي دخلونا بالشقوفات الصغار للفلوكة لقينا معبية شوي. بعد 8 سوايع يعني بقيت 8 سوايع نعوم معايا 7 من الناس نعوم مع بعضنا. السلطات التونسية انتشلت عشرات من جثث المهاجرين السريين الذين كانوا على متن القارب الغارق في عرض سواحل جزيرة قرقنة. مغربيان جرى إنقاذهما إلى جانب تونسيين وليبي ومهاجرين من دول إفريقية جنوب الصحراء. القارب كان على متنه ما لا يقل عن 180 شخصا بينهم 80 من أصول إفريقية. وحسب مصادر من وزارة الدفاع التونسية فإن سبب غرق المركب يعود إلى تسرب للمياه. وكانت سواحل قرقنة شهدت في أكتوبر من العام الماضي حادث غرق مركب للمهاجرين السريين أدى إلى غرق 46 شخصا. وتتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية انطلاقا من الشواطئ التونسية التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر خلال الربيع والصيف بالنظر إلى تحسن الأحوال الجوية. وتمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من إيقاف ما يقرب من 9000 شخص من جنسيات تونسية وأجنبية خلال إحباط محاولات الهجرة السرية العام الماضي. وأصبحت تونس في الأشهر الأخيرة منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين باتجاه السواحل الإيطالية بعد تشديد الحراسة على السواحل الليبية.